وعامل ايه دلوقتي؟ هو كويس الحمد لله دلوقتي. طب هو ايه اللي حصل؟ مش فاهم اي حاجه. مجد دماغه ناشفه شويه ما بيسمعش الكلام، لازم يعمل جلسه الغسيل في ميعادها ما تتاخرش يوم واحد. غسيل ايه بالظبط؟ غسيل كلى. كلى؟ ليه؟ مجد عنده فشل كلى ولسه مخلص جلسه الغسيل حالا. بعد اذنك. لازم تقول لي. هقول ايه؟ بس انا ما بحبش اصعب على حد. انما الناس تصعب عليك وانت تساعدهم عادي. يعني الحمد لله مش انا لوحدي بس اللي بصعب على الناس. احنا طلعنا عاد على فكره. بس انا اكتر. على الاقل انت يعني بتبقى عارف الحاله هتجيلك امتى وهتتصرف ازاي وتعمل ايه. انما انا ببقى ماشيه في الشارع والحاله بتجيلي مره واحده. ايوه بس انا دمي زفر وانا مخي ضرب. احنا حالتنا صعبه قوي كده. اه والله. تفتكر ممكن اعمل ايه من الكهرباء الزياده اللي في مخي؟ ممكن اعمل مولد؟ هو ينفع الايام دي كهرباء كده تعب؟ انا بقى بفكر اتبرع على الدم اللي مراتي او نخلص منها. نطلع نمسخره. فعلا. الحمد لله على السلامه. تابع جميع حلقات مسلسل السبع بنات على فيو.